القدمين من اكتر الاماكن اللي ممكن تسبب تعب شديد جدا، هي اللي شايله جسمنا كله، خصوصا مشاكل بقى ليها علاقه بالحركه بالمشي. من اشهر المشاكل مسمار الكعب، في كمان مسمار القدم. ايه الفرق بينهم؟ ايه مشاكلهم؟ وهل في طرق غير يعني الادويه والعلاجات الطبيعيه التقليديه، هل في طريقه طبيعيه نقدر نخفف بيها او نعالج بيها الموضوع، خصوصا لو هو لسه في اوله؟ دكتوره هبه عصام اخصائي العلاج الطبيعي مشرفانا النهارده عشان تكلمنا على الموضوع المهم ده. اهلا بك يا دكتوره. اهلا بحضرتك. فين بقى مسمار القدم وفين بقى مسمار الكعب؟ يعني قول لنا إيه هو عباره عن ايه مسمار فعلا؟ هو بيبقى في الكعب بالذات بيبقى فعلا عباره عن نتوء عظمي، بيبقى عامل زي المسمار وقلمه كمان شويه المسمار، يعني الاقي المريض بيقول انا بحس ان انا كل ما احط رجلي على الارض في مسمار في كعبي بيوجعني جدا وبيألمني جدا. ده مسمار الكعب. مسمار القدم او متعارف عليه طبعا الكالو، اللي هو بيبقى حاجه في الجلد. ده بقى حاجه في الجلد، فالناس بتتلخبط ما بين ده وما بين ده. فاحنا باذن الله هنتكلم على الاثنين، بس ريت نركز اكتر على المسمار الكعب، ده الاهم والاكثر شيوعا. طب انا هقول لك بقى حاجه بالنسبه لمسمار الكعب. عاده لما بيبقى في مشكله بيجي الدكتور يقول لك اعملي اشعه. لما في حالات كتيره جدا بيبقى الالم كانه في مسمار كعب، وبعدين يعملوا الاشعه ما يلاقوش النتوء اللي بتقولي عليه، بيبقى ناتج عن ايه بقى؟ التهاب في الفاشيا او النسيج اللي تحت في القدم، بيبقى عامل برضو الم شبهه كانه مسمار. ولو سبناه شويه بقى الالتهاب ده والالم ده هيؤدي لنتوء عظمي حقيقي. يعني هي الفكره يعني نتوء العظم زي ما تقولي كده البدايه. بالظبط كده. فنتوء العظم ده بيحصل فعلا كالسيوم ديبوزيشن، يعني الكالسيوم ايونات الكالسيوم بتتركز في الحته دي، بتبقى بتشوفها في الاشعه كانها في شوكه او في نتوء عظمي مؤلم جدا جدا. بيتلحق في اوله. باسبابه ايه؟ اول حاجه الشوز اللي مش كويسه، الاحذيه اللي مش كويسه، اللي هي تكون يا اما واطيه قوي يا اما مش معموله كويس، مش سبورتد قوي، النعل بتاعها من تحت يبقى رقيق قوي، او كعب عالي او كعب فيه يعني مش متساوي في الجوانب بتاعته. هيبدا في اماكن فيها ستريس على القدم في بعض الاماكن، منها طبعا اهم حاجه الكعب. مع برضو اليوريك اسيد ساعات بيعمل نفس المشكله، اليوريك اسيد العالي والاملاح العاليه في الجسم وقله شرب الميه واللحوم الكتير والاكل الغلط بيؤدي للالتهاب ويؤدي لهذا المسمار. زياده الوزن، الناس اللي عندها زياده وزن فعلا هنلاقيها بيجي لها كتير قوي مسمار الكعب ده، عشان الوزن كله نازل على القدمين، فطبعا بيبقى بيتركز في اماكن معينه بيعمل مشكله كبيره. فطبعا اول خط في العلاج من بنقول لهم حاجتين، الشوز المناسب وانقاص الوزن. نيجي بقى للحاجات اللي احنا ممكن سامعه مش عايزه شو مش عايزه زي والله العظيم في التصوير بس الكبيره الطويله دي كتيره. اوكي. هي طبعا شياكه بس كتير قوي. يعني احنا زمان لما كنا قدهم كنا بنلبس بقى التسعه سم. كان في تسعه زمان؟ طبعا ودبل شمال وحاجات كده كمان. فكنا بنلبس التسعه سم، لكن حقيقي لازم الواحد ياخد باله، لانه في النهايه بيحصل لنا اللي قلتي عليه يا دكتور. صدقي بيحصل لنا فعلا الام في الكعب والظهر. بالظبط. وبعدين لو اتساب برضه مسمار الكعب ده بيؤدي لحاجه اسمها بلانتر فاشيتس، او بيبدا كل القدم تلتهب، يعني بنلاقي القدم كلها بتوجع، الانسان ده مش عارف يمشي، مش عارف يعني يتحرك من مكانه من كتر التهاب والالم، والالم بيبقى فعلا فظيع جدا. الالم فظيع يا شيرين. طبعا عندي تجربه، انت عارفه انا متخصصه في كل الالام، يعني بيؤدي ان الواحد بيلجا للبنج، ان هو يحط بنج خارجي كمسكن. طبعا الام بيبقى الم صعب قوي، الامه رهيبه رهيبه، ما تقدريش تحطي رجلك في الارض. دي حقيقه. وطبعا الحاجات بقى اللي احنا ممكن نعملها علشان نبدا ان احنا نتخلص، او في بدايته طبعا بيتلحق احسن بكتير. احنا لو في البدايه اول ما نحس بالم في الكعب كده نبدا نلحق نفسنا على طول بكذا حاجه هنعمل. طب لكن لو طلع انه نتوء، قولي لي بقى، طب افرضي النتوء بقى جه، هيبقى عايز ايه، عمليه جراحيه ولا ايه؟ محتاجه عمليه، ولكن في بعض الحالات الاوليه برده ممكن العلاج الطبيعي او بعض الحاجات اللي هنعملها في البيت هتبدا تقلل قوي الكومبليكيشنز بتاعتك. لا قولي لنا بقى الحاجات اللي هنعملها في البيت دي كويس، او قولي لنا نعمل. اول حاجه واسهل حاجه ان احنا هنجيب الميه السخنه وميه ساقعه، طبعا عندنا كلنا في البيت. هنجيب قنائين كده بلاستيك، واحد فيه ميه سخنه دافيه كده، واحد فيه ميه ساقعه، او ممكن نحط فيها تلج كمان. هنحطهم جنب بعض. أوكي. هنفضي نفسنا نص ساعه كده، نص ساعه في اليوم. هنحط رجلينا الاول القدمين في الميه السخنه لمده 5 دقائق، وبعدين دقيقتين في المايه اللي بتلج، وبعدين نرجع تاني 5 دقائق في المايه السخنه، وبعدين تاني دقيقتين في المايه اللي بتلج. هنفضل كده نعمل كده لحد نص ساعه ما تعدي. ده مفيد جدا جدا، حاجه اسمها الكونتراست باس، ان انا بخلي الجسم يتعرض للحراره يليه البروده. الحراره بتزود توسع الاوعيه الدمويه وتزود الدوره الدمويه في المكان ده، وبعدين البروده بتقلل قوي الالتهاب وتقلل قوي الالم. فانا بستفيد من النتيجتين، وبتعمل حاجه شبيهه بان انا بغذي المنطقه دي بالنيوتريشنز، يعني انا بخلي القدم تروح لها دوره دمويه بشكل احسن ما احطها في حراره بس او في
ثلج بس بعمل الاثنين مع بعض. حلو ده حاجه مهمه جدا على فكره. ده بيقلل الالم ويعالج النتوء كمان، يعالج الالتهابات بقى اللي حواليه في البدايه. طبعا هو في المراحل المتاخره الحاجات دي هتبقى طبعا هتقلل شويه، ممكن بعد كده جراحه او ممكن نعمل في حاجه ثانيه برده زي حاجه اسمها الشوك ويف بتخش تكسر العظمه دي غير جراحه. يعني في جهاز دلوقتي طالع اللي هو بيخلي زي ترددات معينه الشوك ويفز كده بتكسر النتوء ده، بترجعه الى حد ما زي ما كان الاول. بيتهيألي انه يعني النتوء ده بيبقى حالاته قليله، لكن مسمار الكعب منتشر اكتر جدا، مش كده؟ جدا منتشر جدا اكتر من النتوء. بالظبط مش كده؟ بنلاقي حالات كتير قوي عندها الالم ده، مش لازم نلاقي عندها العظمه الزياده دي، بنلاقي الالم والتهاب بس، ده بيبقى في المرحله الاولانيه عشان الناس بس ما تقدش. صحيح يعني، لانه ممكن بيدي نفس الاحساس بانه في نتوء، لان الدكتور نفسه بيشك ان في نتوء وبعدين يكتشف انه ما فيش. هي الاشعه بس هي اللي بتحسن. الاشعه هي اللي بتحسن. وبرده مهم قوي ان احنا لو في يوريك اسيد زياده او في اي مشكله في الاملاح في الجسم نعالجها، نشرب ميه كتير، نعالجها طبعا مع الطبيب بتاعنا عشان نقلل اليوريك اسيد الزياده ده. الحاجه الثانيه بقى ممكن هنعملها هي الزيت الجنزبيل. زيت الجنزبيل الزيت بقى بتاعه الجنزبيل طبعا معروف ان هو مضاد للالتهابات. في بقى حاجه اسمها زيت الجنزبيل، دي حلوه جدا للمفاصل، ممكن هندهن بيها الكعب ونسيبها شويه يعني يتشرب شويه الكعب، هنلاقيها قللت شويه الالم والالتهاب. الجنزبيل من الحاجات الكويسه جدا والمفيده كزيت كمان، مش بس نشربه، ممكن نشربه برده هيقلل الالتهاب، ولكن تحطيه على الكعب بالظبط ونسيبه شويه، ممكن حتى نغطيه ممكن بشاش او بقطن علشان يبقى. انت بقى بتغشي مني في حكايه الليمون وزيت الزيتونه، بيدي نفس النتيجه. الجنزبيل اكتر للالتهاب. بالظبط. زيت الزيتون حلو قوي كحاجه كده جميله ويعني متوسطه الايفكت شويه، الجنزبيل اقوى منها ان هو مضاد للالتهاب اقوى شويه. طيب هنرجع بقى نشوف مسمار القدم بس بعد الفاصل. خليك معايا. دكتورة أنا عايزة أسأل حضرتك دلوقتي بقى، خلصنا من مسمار القدم الكعب، عايزين بقى نشوف إيه هو بقى مسمار القدم. مسمار القدم بيبقى عبارة عن اللي هو زي ما متعرف عليه الكالو اللي احنا عارفينه كلنا، بيبقى عبارة عن الجلد في المنطقة دي بيبدأ يحصل له برضو لودنج بشكل غلط عن طريق شوز غلط أو تحميل غلط عليه، بيبدا يتكون زوائد جلديه بقى. يعني الجلد في الصوابع ولا في الصوابع القدم؟ وممكن في اسفل القدم. بتحصل ممكن في الاثنين. نتيجه الضغط اللي على القدم سواء من فوق او من الصوابع جنب بعض بيبقى بيعمل مشاكل، ان الجلد ده بيبقى سميك جدا في المنطقه دي. ومع الوقت بيبقى مؤلم، يعني هو في حالات بتبقى غير مؤلمه وحالات بتبقى مؤلمه بعد شويه. هل ساينا ده جلد ميت؟ هو بيبقى جلد متراكم، يعني هو بيبقى جلد متراكم فوق بعضه يعمل لي قلق ويعمل لي التهاب. يعني لا مش مرض صدفية، هو حاجة لوكل، يعني حاجة في المكان ده مش بتنتشر خالص. هي نتيجة الميكانيزم مثلا شوز غلط أو تحميل غلط بالظبط، أو الناس اللي مثلا عندها، في ناس اسمها بانيونز أو عظمة تبقى طالعة كده في الجنب شوية في الرجلين، دول برضو بتكون لهم ده بصورة أكتر من الناس التانية. فده فعلا يعني بتبقى مزعجة بالنسبة لهم جدا، بس ليها برضو علاجات ممكن نعملها منزلية بسيطة جدا. زي إن احنا نعمل أول حاجة خل التفاح. خل التفاح هنجيب خل التفاح لينا طريقتين، ممكن نجيب قطنه ونحط فيها نغمسها في خل التفاح ونحطها على الحته اللي فيها المسمار ده وهنحطها بقطن عليها شاشه نربطها بحيث انها ما تقعش وممكن ننام بيها. ده حل. الحل التاني هنجيب برضو بقى، لا قول لنا بقيه يعني ممكن تقعد معانا كام يوم لحد اسبوع، نفضل نعملها كل يوم ونشيلها بالظبط. في حاجه تانيه ممكن برضو هنجيب ميه برضو اناء الميه ده ونحط فيه ميه معاها خلت كوبايه خل تفاح عليها ونحط فيها الرجلين. خل التفاح بقى حلو في ايه؟ طب احنا عارفين كنا بنحطه على السلطه والحاجات الهايله بتاعته دي، لا هو كمان مفيد قوي ان هو بيخلي البي اتش بتاعه القدم. يعني ايه البي اتش؟ البي اتش اللي هي حموضه، درجه الحموضه او معامل الحموضه. بيخليها بحيث انها تقاوم البكتيريا، بيبقى انتي بكتيريال، بيقلل الفطريات والبكتيريا، لان طبعا احنا لو بنلبس شوز مش كويسه وفي بقى يعني شراب مش قطن او حاجه ومع العرق وكده بيبدا يحصل ان الزوائد الجلديه دي معاها فطريات كمان. فبالظبط، فهو الخل التفاح من الحاجات الحلوه قوي ان هو يعني ضد الفطريات والبكتيريا اللي ممكن تتكون، فبيساعد في سرعه الشفاء من مسمار القدم. وبيريح جدا. في انهي مكان لو سمحتي؟ معلش قولي لي المسمار ده بيبقى في انهي جزء؟ دايما بيبقى ناحيه في اسفل القدم. وبيبقى ناحيه الصوابع، يعني في الحته اللي هي ناحيه اسمها بول اوف ذا يعني عند الصوابع كده. وممكن كمان بيجي شويه تحت بس غالبا بيبقى ناحيه الاصابع. الحاجه الثانيه برضو اللي ممكن هنعملها هنجيب البصل. البصل من الحاجات الانتي انفلاماتوري، البصل طبعا مضاد حيوي طبيعي ومضاد للالتهابات. ممكن نجيب قطع من البصل ونحطها على برضو الحته اللي فيها المسمار القدم ده او الكالو ده، وهنقوم عاملينها بشاشه وننام بيها.
فيش يعني برضو هننام بيها مفيش مشكله، ان هي بتقلل حاجه طبيعيه طبعا جدا صحيح. البصل وحلوه جدا وبتقلل قوي الالتهاب الموجود وتعالج المشكله الموجوده دي. من الحاجات الثانيه برضو مهمه قوي برضو، الناس اللي عندها مسمار في القدم عايزه دايما احافظ على القدم رطبه، بمعنى ايه؟ تبقى ناعمه وفيها ليونه عشان ما يبقاش في اماكن من الجلد اللي تتكون ويحصل عليها عدم يعني اتزان للود اللي موجود. مثلا لا زيت الزيتون، زيت زيتون هندعك القدمين بزيت الزيتون، ده مفيد جدا بقى يعني ده مفيد جدا جدا، لان هو بيقلل الوجع ويقلل الالتهاب ويحسن مرونه الانسجه اللي موجوده في القدم ويقلل الالم بتاعها جدا. ميرسي يا دكتور والله على الوصفات والمعلومات الهايله وكلها سهله، نورتينا وقفتينا. ده كله وصفات سهله جدا. شكرا الحمد لله دكتوره هبه عصام اخصائي العلاج الطبيعي، نورتينا. شكرا ليكي. شكرا لحضرتك. بعد الفاصل مدارس النيل تجربه رائعه في مصر، نعرف اكتر عنها مع ضيوفنا.